برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا عبر شاشة الاو تي في وعبر برنامج هيلستوك. كل يوم وطننا لبنان الحبيب عم بيواجه تحديات وصعوبات بتفوق تحمل شعب عريق وصامد بتاريخه وإرادته. شعب تعلم كيف يتحدى الصعاب ويصمد أمام الأزمات، كيف يبني الأمل من قلب المعاناة ويستمر بالعطاء رغم كل التحديات. نحن اليوم منرفع قلوبنا بالدعاء لله ولكل القديسين تيحموا هالوطن من كل شر ومن كل حرب وليحفظوا أبنائه من أي مكروه. بهالأيام الصعبة بيضل إيماننا الكبير أنه بكرة رح يحمل بطياته الأمل والتغيير. ما رح نفقد الإيمان والعزيمة بأنه وطننا رح يستعيد مجده مثل ما عرفناه، منارة للثقافة والحضارة والمحبة والسلام. خلونا نتمسك بالأمل ونحط إيد بإيد لأجل مستقبل أفضل، لأنه لبنان بيستحق أنه يبنى من جديد على أسس المحبة والوحدة والتعاون. فمهما اشتدت العواصف رح ترجع الشمس تشرق من جديد. ومن هون وعبر شاشة الأو تي في بيسعدنا أنه نعلن انطلاق الموسم الجديد من البرنامج الطبي هيلستوك، حيث رح نقدم لكم أهم المواضيع الطبية يلي بتهم صحتكم وحياتكم. كونوا دايما معنا لتستفيدوا من أغنى المواضيع الطبية مع أفضل الأطباء والمتخصصين بمجال الرعاية الصحية. بيسعدني اليوم مشاهدينا استضيف الدكتور جوزيف الحلو، المدير العام للعناية الطبية بوزارة الصحة، رجل يعرف بإخلاصه وتفانيه بخدمة الإنسانية من خلال دوره المهم بوزارة الصحة. لطالما كان الدكتور جوزيف الحلو بالصفوف الأمامية لحماية صحة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بأصعب الظروف. وبظل الأوضاع الراهنة يلي عم نمر فيها ومع تفاقم التحديات الصحية نتيجة الحرب، رح نتناقش معه أبرز المواضيع المتعلقة بقدرة الوزارة على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لكل النازحين، كيفية دعم المستشفيات والمراكز الصحية، وخطط الطوارئ يلي عم يتم اعتمادها لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. برحب فيك دكتور وأهلا وسهلا فيك بالأو تي في. أهلا فيك، بيتك الثاني. مرسي مرسي على المقدمة. أهلا وسهلا فيك دكتور، وطبعا أنا بدي أشكرك على كل الجهود اللي عم بتقوم فيها من أجل طبعا حماية الإنسان وتوفير رعاية صحية متكاملة إذا فينا نقول لكل مواطن لبناني. نحن نكبر فيك دكتور حلو دايما. بالبداية قبل ما نبلش حديثنا طبعا ما فينا إلا ما نوجه تحية كتير كبيرة طبعا لوزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض على كل الجهود الجبارة يلي عم يبذلها لضمان وتقديم الخدمات الطبية الضرورية لكل مواطن. يعطيه ألف عافية، وطبعا الشكر الأكبر بيدل لكل طاقم وزارة الصحة على تفانيهم بهالأوقات العصيبة. فعلا أوقات صعبة كثير. طبعا صعبة كثير. دكتور حلو، بالبداية بدنا نبلش طبعا معك اليوم، رح نحكي عن كل الأمور اللي بتتعلق بالمستشفيات، بالمساعدات وبتوزيع الأدوية. اليوم شو هي قدرة وزارة الصحة الحالية على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة خصوصا مع زيادة الطلب نتيجة النزوح؟ هلا أول شيء يسعد مساك لك وللمشاهدين الكرام، ميرسي على الاستضافة. ومقدمتك حلوة كثير، انه الشمس بدها ترجع تشرق. انا على طول ضل متفائل انه بقال له قد ما تعتم الدنيا 6 الصبح بدها تطلع الشمس ترجع. فعلا ان شاء الله ترجع تطلع الشمس على البلد اللي بنحبه كلنا سوا، ونضل نقاتل لنضل واقفين على جرينا ويضل بلدنا منارة هالشرق مثل ما هو سويسرا الشرق. ان شاء الله ان شاء الله يرجع، اذا مش على ايامنا ايام اولادنا بهم يرجع. هلا بالنسبة اول شيء اسمحي لي بلش انا بال إذا بدك بالرحمة للشهداء اللي صاروا تقريبا 2500 وشوي و 12000 جريح، الشفاء العاجل للجرحى، والشكر الخاص للطواقم الطبية الصحية في لبنان. لأول مرة صرت مرتين ثلاثة صرت قايلها وهلا برجع بعيدها وبفتخر فيها، إنه لأول مرة في لبنان صار لي 30 سنة أنا بوزارة الصحة بحس التنسيق الكامل
بكل الطواقم الصحية في لبنان وكل من يتعاطى الشأن الصحي. نعم. من وزارة الصحة أكيد أول شيء هي المظلة لكل القطاع الصحي في لبنان على برأس الدكتور أبيض، المستشفيات الخاصة وخاصة النقيب اللي عم نضل نحن وياه على تواصل مستمر، بوجه له تحية كمان، والأطباء نائبة الأطباء بلبنان ببيروت والشمال، تنسيق كامل مع النقابة، نائبة الممرضين والممرضات، الجامعات اللي بتتعاطى كلية الطب وكلية الصحة كمان صار في اجتماعات معهم، نائبة النفسانيين، نائبة الفيزيوثيرابي، كلهم هالمرة كانوا مع بعضهم التنسيق متكامل مع الصليب الأحمر الدولي على رأسه جورج كتاني اللي ما بينام لا ولا بخليني نام، تحية كتير كبيرة نحن وياه، والدفاع المدني اللي الله يعطيهم العافية اللي عم بيطفوا الحريق المذهل بالمتن، والهيئة الصحية وكل العاملين بالقطاع الصحي، كان في تنسيق كامل وشفناه على الأرض كيف بالحرب اللي اجت علينا من شهر، إذا بدك مظبوط صارت الحرب علينا، حسينا كيف التنسيق كامل. هلا أول ما بلشت الحرب بتشرين سنة الماضي ب23 بلشنا نحن بالتدريبات للمستشفيات اللي على خطوط التماس، كان حكومية ولا خاصة. بعد فترة اشتدت الحرب، بس اشتدت الحرب كمان رجعنا طورنا خطة الطوارئ ودربنا 118 مستشفى مع كل الطواقم الطبية اللي فيها على الحالات الطارئة. رجعنا بعدين عملنا مناورات حية بعدة مستشفيات جامعية كبيرة ببيروت، انه الحرب واقع علينا، وعملوا مناورات بشهادة منظمة الصحة العالمية، كان انه جيد جدا المناورات والتحضير جاهز، يعني القطاع الصحي في لبنان جاهز. كلياتنا شفنا الحرب كيف تطورت، كيف تأزمت، كيف تأزينا من شهر الماضي، بس عملوا عمليات البيجرز على الشعب اللبناني. إذا بسمعك الفويس، أول فويس وصلني الأطباء، الأطباء شايفين شيء وهلة على الوهلة الأولى قدامهم مش عارفين شو، عم يجيهم 30-40 شخص ما بعضهم منصبين بوجهن وبعيونهم ومش عارفين من شو، هن الأطباء بأول فويسات ما عرف إلا بعد نص ساعة لا استنتجنا وعرفنا من شو هالوضع الـ يعني اللي إجوا على المستشفيات بحدود 3000 بشكل جماعي وبضغط كتير كبير كان على القطاع الصحي، وخاصة أنه أنت عندك انفجار بيروت صار عنا وبكورونا صار، بس بانفجار بيروت صار 240 شهيد 7000 جريح، وقف صاروا يشتغلوا الأطباء. نعم. بهاي أنت عم تشتغلي والحرب دايرة والحرب قايمة والحرب وراكي، في أطباء أنا بعرفهم ناموا بقلب المستشفيات على 3 أيام ليكملوا شغلهم، عمل بحدود 2800 عملية، في عمليات شارك فيها أكثر من طبيب، أكثر من أخصائي، أخصائي كان عيون ووجه ترميم، كمان للشرايين حكيم قلب حكيم عظم، عدة أخصائيين عدة أطباء اشتغلوا بنفس الجريح بنفس المريض لينقذوا له حياته. وفرجينا القطاع الصحي أنه قديش أنه جاهز يتلقى ويمتص الضربات، بس المشكلة الأساسية اللي كانت عندنا بهداك النهار أنه أغلبية الإصابات بالعيون. بلبنان مش كل المستشفيات فيها أقسام للعيون، والمستشفى اللي فيها قسم للعيون يعني المستشفى الجامعي الكبير إذا بدك عندها 5-6-10 ميكروسكوبات ليشتغلوا الحكمة، طيب إجوا 10 عم بيشتغلوا بعشر عمليات، الباقيين كيف بيشتغلوا؟ صحيح. هاي المشكلة اللي واجهتنا بأول نهار، صرنا نبعث الجرحى على الشمال على المستشفيات الشمال على مستشفيات جبل لبنان كلها، لقدرنا استوعبنا أول يومين العمليات الأرجنت، يعني هلأ بعد في عمليات عالم عم نعمل عمليات، بس اللي بشكل طارئ كان العيون
والوجه والإيدين. والإيدين الإيدين عطاروا مثلا الأصابع عملوا لهم عملية أوكي بعدين برمي، بس العين بدك تتدخلي دغري، يمكن لا سمح الله إذا بتأخر عليها بتنطفي العين. نعم. هون كان التحدي الكبير الأكبر. عند أطباء العيون. وكان في كمان الشغلة الأولى اللي أول مرة بتصير كمان بنقابة الأطباء، كان في جروبات الأطباء العيون مع بعضهم أنه يحكوا مع بعضهم مثلا بهالمستشفى نحن بحاجة لحكيم، يجي حكيم لو ما بيشتغل بهالمستشفى. كان في تنسيق كتير كامل ورائع بيناتهم، فرجوا قديش في تعاون بين الأطباء. يومتها تمنيت عليهم أنا لكل الشعب اللبناني، قلت لهم يا ريت بتضلوا متحدين مثل ايام الحرب والويلات، ضلوا بايام السلم متحدين لتقوموا بهالبلد، مش نرجع نخلص يرجع كل واحد يمترس ورا مترسه ويرجعوا يتخانقوا على شغلات تافهه. صحيح. اليوم دكتور حلو بعرف انه حضرتك ما بتروح على البيت، على طول بتضل بالوزاره، وبعرف قد ايه حضرتك عم تشتغل ليل نهار مع كل الطاقم طبعا، ولكن حضرتك لك عمر بوزارة الصحة. اليوم بس لقيتوا هالخبر، أول شيء بالتفجيرات اللي صارت، كيف انحطت خطة العمل بالوزارة؟ يعني شو بيصير عادة بالوزارة؟ كيف بتحط خطة عمل لتمشوا فيها ويصير هالتنسيق؟ لأنه اليوم حضرتك ذكرت شغلة كتير مهمة، أنه هالتنسيق بين كل الطوائم الطبية إذا فينا نقول هي اللي وصلت الشعب اللبناني أنه يكون في نجاح بموضوع الجرحى وبالتالي بموضوع العمليات. هلا بغرفة العمليات اللي بوزارة الصحة على رأسها دكتور أبيض، أول ما صارت النهار الثلاثة يمكن يا أربعة بتذكر، كنا بالوزارة صرنا نتلقى الاتصالات من المستشفيات. بدي أشكر الأطباء المراقبين، لأن بس بعثت لهم فويس بنهارها بأول ربع ساعة، قلت لهم اعملوا معروف كليتكم كل واحد وين المستشفى تبعيته ينزل على المستشفى ويبلغني بالأرقام. نعم. صدقيني ما في ربع ساعة كان بلشت توصل لي الأرقام، ونعلنا نحن بغرفة الطوارئ بوزارة الصحة، وكان الإعلام مشكور كمان وكبنا. يعني أنا بقول لهم الجيش الأبيض، الجيش الطبي والجيش الإعلامي كمان عم بيعرض حاله للخطر بهالأمور وعم بغطي كل الحرب. صرنا نوزع على المرضى، صرنا نوزع على الجرحى، نشوف المستشفى تحكينا المستشفى تقول لي أنا مش قادرة بقى استوعب، صرنا ننقل الجرحى على المستشفيات اللي ابعد بجبل لبنان، كمان من جبل لبنان على الشمال. نعم. ناخذ لقدرنا نسقنا وقدرنا استوعبنا كل المراكز، وخاصه مثل ما قلت لك انه مش كل المستشفيات فيها اقسام للعيون. نعم. يعني صرنا ننبش وين قسم العيون، هلا انا مغيبهم وين صرت نبعث طبعا دغري لهون خي عبويتك نيس لبكره بس بدي مشي له عمليته. بغير يعني هذا اللي اول نهار الانفجارات، هذا اللي اكثر شيء ضايقنا اقسام العيون. في مستشفيات المختصه للعيون كمان انا بتشكرهم، صدقيني ما ناموا، ما اعرف كيف الصليب الاحمر يودي فعلا للعيون انقذ لي العيون نرجع منشوف ثاني شيء شو بنقدر نعمل. هذا التنسيق اللي صار ووزعناهم، وكانت الأرقام كتير كبيرة، كانت الأرقام كتير كبيرة وبشكل مفاجئ كلها صارت بنفس التوقيت. الحمد لله قدرنا استوعبنا، امتصينا إذا بدك القطاع الصحي امتص هالضربة. أكيد كلياتنا عم نشتغل بالوزارة إيد وحدة، بنتأخر لنجي على البيت. أكيد أنا أوقات بالعائلة بنعتذر منهم أنه مش عم نعطي وقتنا، بس في شيء بشغلنا أولويات. أنا صار لي بوزارة الصحة 30 سنة، يعني مواكب 12 وزير. نعم. مواكب كل أطباء لبنان بعرفهم، كل ممرضين لبنان بعرفهم. حلو. يعني بس يسموا لي الطبيب المريض بقول له روح عند فلان، روح لعند، يعني الحمد لله وعلاقتي جيدة بالكل. نعم. بس انا بالنهايه انا لحالي ما بقدر اعمل شيء. الاكيب اللي معي اللي بوجه لهم تحيه، بوجه لهم انه اوقات بيتحملوني اوقات بضغطهم بالشغل كثير،
لانه في مسؤوليه لا في كبيرة في يعني. شغلات في مريض قدامك طبعا مش قادر عم تعملي حيلا موضوع في مريض قدامك انا بدي انقذه بدي التدخل السريع هو اللي بينقذ له حياته نعم هلا بنرجع كمان نحكي بعد شوي عن مرضى غسيل كلى كيف عملناهم من الجنوب كمان لبيروت كمان عمل بطوله لفريق وزاره الصحه طبعا اليوم كمان دكتور حلو في كتار من الناس دايما بضل عندهم عتب على وزاره الصحه قد ايه وزاره الصحه بتشتغل وبتكون 24 على 24 بخدمه المواطنين اكيد على راس الدكتور فراس الابيض وحضرتك وكل الاشخاص الموجودين بالوزاره في عتب انه في بعض الامراض المزمنه يلي المريض بده ينزل على الوزاره لحتى يستلم الدواء ولكن بينزل بيتعذب و ما في دواء له كيف عم بيتم معالجة هيدا الموضوع ومنعرف انه اليوم كل الامراض المزمنة يمكن هي بالدرجة الثانية بظل هالظروف الرهنة اللي عم نعيشها كيف عم بيتم التنسيق لحتى يتأمن هالدواء لكل المرضى اللي عندهم امراض مزمنة مثل الكانسر مثل حيالة مرض تاني كمان مرافقهم طول حياتهم هلا اول شيء بس كمان لخبر المشاهدين الكرام انه وزارة الصحة بطلت على الجناح نقلنا صرنا شي شهر تقريبا قسم الاستشفى والطبابة بالكارنتينا حد مستشفى الكارنتينا بالقسم الصيادلي والأدوية بسن الفيل هون حتكون يعني بتصير حد الحبطور بنية هون حتكون وفي قسم تسليم والفطير والهو بجوني يعني ما يتعذب المريض وينزل على وزارة الصحة اللي على الجناح هلا بالنسبة للدواء رح احكي بالدواء مع انه انا ما بحب احكي كثير بالادويه لان في ناس زملائي اختصاصيين بالدواء ولكن بالاجمال الدواء نحن وزاره الصحه عملت ثلاث مناقصات وزاره الصحه اشترت الدواء يعني ما في خوف الدواء نحن بالنسبه لان الوزاره اخذت دراسه كم مريض لوزاره الصحه عندها اشترت ادويه لوزاره الصحه ولا السنه دي الضامنه الثانيه نعم يعني قد ايه عدد المرضى حنحجزوا الادويه وندفع حقهم والشرك عم بتجيبهم بالتوالي شرك الأدوية بلبنان لكن المشكلة الأساسية إذا في بعض الأدوية تأخرت نحن نعتذر من العالم بس لأنه شركات الطيران مش كلها عم تيجي على لبنان تجيب الأدوية بس شركة الميدل إيست مشكورة هي اللي عم بتجيب الأدوية الشركات الثانية ما عم بيجوا على لبنان أوقات بيصير في تأخير ببعض الأدوية بس أنا بطمنهم الدواء ما رح ينقطع أوقات بيتأخر الوكيل ليجيب دواء ممكن نعتذر من العالم أنه تأخر هالجمعة جمعة الجاي بيجي بس كمان العالم بدأت تفهمنا بشغلة أنه نحن كنا بالشهر ناخد 135 مليون دولار على الدواء هلأ عم تاخدي 20 و25 مليون خفت المصاري وزادوا عدد المرضى وزاد الطلب وزادوا عدد المرضى بشكل هائل يعني مشان هيك اوقات في ادويه صارت مدعومه في ادويه بطلت مدعومه في ادويه الغاليه كثير مش عم نجيبها يعني في شغلات صرنا اذا بدك تاخذوا حذر فيها ما فيك تفتحي اوبن كل الادويه انا بغطيها كل دواء بيطلع باوروبا جديد بدي انا استعمله بفرنسا 80% من الادويه بيستعملوا جينيريك ما بيستعملوا البراند الدواء نحن اذا بتقولي له للمريض خذ له الجينيريك مثل كانك عم بتسبيه يعني بالعكس وعندي بلبنان انا 12 معمل دواء انا بشوف حالي فيهم انا رئيس لجنه مصانع الادويه بوزاره الصحه بشوف حالي بالمعامل اللي عندي بلبنان فعلا عندهم عم بغطوا 25-30% من السوق اللبناني عم بيصدروا في معملين ثلاثه عم بيصدروا لبرا لاوروبا يعني معاملنا ما يفكروا انه اذا صنع لبنان مش منيح بالعكس نحن كثير عم نراقب عم نتشدد بالرقابه اللجنه كثير صارمه بالقوانين تبعها دواء لبناني بالمصانع اللبنانية بيتاخد على العميانة على مسؤوليتنا وما في دواء جينيريك بفوت على لبنان إلا ما يكون مطابق للمواصفات اللي حطتها وزارة الصحة وما بفوت حيالله دواء عبرنا إلا ما يكون 100% سليم وصالح للاستعمال وذو فعالية يعني مش دواء حيالله
دكتور جوزيف، نحن رح نرجع مع الحديث مع حضرتك، ولكن رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا ونرجع لك. مشاهدينا بريك صغير، انطرونا راجعين. رجعنا معكم مشاهدينا دايما عبر شاشة الأو تي في وعبر بروجرام هيلستوك مع ضيفنا المميز دكتور جوزيف الحلو. دكتور جوزيف، رجعنا لك طبعا في ملف كتير مهم يلي هو الدياليز أو غسيل الكلى. نحن بنعرف قد ايه في أشخاص طبعا بيعانوا من موضوع كسور بالكلى، وهيدا الشيء خط أحمر. يعني اليوم بس نحكي دياليز ما في مجال إنه نتلاعب مع المريض او ناجله نهار او يمكن ساعات، لانه بنعرف قد ايه هيدا الشيء ممكن يعمل له مضاعفات، وبالتالي ممكن هالمريض يصير بدائره الخطر لا سمح الله او يوصل للوفاه. اليوم بعرف قد ايه حضرتكم اشتغلتوا على هيدا الملف، وخاصه مع حركه النزوح الكتير كبيره من جنوب ومن صيدا. كيف قدرتوا تامنوا كل هالمرضى بالمستشفيات؟ ولحديث اليوم ما سمعنا ولا مريض لا سمح الله صار عنده مشكلة متفاقمة أو لا سمح الله توفى. كتر خير الله، هاي نتيجة الجهد اللي بينعمل. بس صار النزوح، أن تصوري تلت شعب ينزح عن بلد، عن منطقته وأرضه، صار في 24 ساعة. مش هينة، من هينة يعني. حسبي إذا أمريكا 400 مليون نزح 100 مليون ب 24 ساعة، أمريكا وعظمتها ما فيها تلبي 100 مليون ب 24 ساعة. هلا كنت أنا شايفها إنه إذا لا سمح الله صار عندي هالسيناريو البشع بالهذا، شو بدنا نعمل؟ كنت آخذ الستاتستيك من كل المستشفيات، كم محل عندك فاضي، كم يعني آخذ حاسس إنه في شيء بده يصير. بلبنان احنا عندنا تقريبا 1773 مريض غسيل كلى على نفقه وزاره الصحه. نعم. بجنوب عندي تقريبا من صيدا للحدود شي 400. بس صار نزوح بفجاه، صارت الاتصالات تزيد على الاكيب اللي معي، اللي بوجه له تحيه بالوزاره، اللي ضغطتهم كثير جمعه يعني ما ناموا. وعن جد فرجوني شغل رائع جدا. كان كل شخص مهتم بشغلي، كل شخص بمركز، وما نلاقي محل وما نلاقي محل. وتاني نهار الصبح اذا بتتذكري النزوح صار بعد الظهر وعشيه. نعم. تاني نهار الصبح ما فيني خبرك بالوزاره كيف كانت المظاهره عندنا من مرضى غسيل الكلى، مع اكيب من قبل من مستشارين الوزير والإكيب اللي عندي. صرنا كل شخص يسلم مريض يشوف وين بدنا نبعته، عاية مستشفى. وكمان المستشفيات كمان فرجونا مرة تانية التعاون الوثيق مع الوزارة الصحة. يعني فيني أقول بكل صدق ولا مستشفى قالت لا، يعني كل ونضغطهم. يعني مثلا اللي بعد عندي اثنين قالوا أربعة، انه زد له اياهم انا لحتى اقدر امن كل المرضى غسيل الكلى. نعم. ووزعناهم على كل لبنان، لانه هالمواطن اجى نازح، ممكن نجى من الجنوب راح قاعد بالشمال، بدي امنه انا بالشمال، ما فيني اجيبه على بيروت ليغسل الكلى. كل واحد وين نزح وقعد امناهم. جمعه ضغطنا كثير بس الحمد لله قدرنا امناهم، ولا مريض قلنا له لا بكره ولا بعد بكره. انا بالنسبه لي مريض غسل الكلى خط احمر طبعا. اذا ما غسل مات، مات ما فيني اجل له العمليه انا. ما غسل راح. صحيح. بدي غسل وتغسل الحمد لله، ولا مريض. المره قطعت اول جمعه نشكر ربنا بخير وسلامه، ولهلا مثل ما تفضلتي حضرتك ولا تليفون عم بيجينا، حتى التليفون ما عم بيجي انه انا ما عم بيستقبلوني ولا ما غسلوا لي ابدا، ولا حدا طلب مني مصاري. هون بالمستشفيات عندي انا 84 مركز غسيل كلى بلبنان. المراكز اللي عندها 3 شيفت بالنهار عم تغسل، في مستشفيات صارت تغسل 4 شيفتات بالنهار. يعني بعرف مستشفيات انا يبلشوا 7 الصبح يخلصوا وحده 2 بالليل.
جلسات غسيل الكلى، يعني عم يوصلوا الليل بالنهار بس لحتى المريض ما يتضايق، حتى المريض ما ينزعج ما يغسل. وما في اصعب من المريض انه لازم يغسل وينطر يوم ويومين ما يغسل، يعني كارثه بالنسبه له. راح المريض، يعني احساس اول شيء له بشع، للحوالي بشع. والحمد لله كتر خير الله قدرنا قطعنا هذا الوقت صعب جدا، وخاصه بالمستشفيات الحكوميه ضغطناهم كثير. للمستشفيات الحكوميه يمكن وصلوا الليل بالنهار لقدرنا قطعنا هالضغط اللي صار علينا بوقت النزوح بالنسبه لمرضى غسل الكلى. هلا صار علينا ضغوطات بغير امراض، فيك تاجليها عمليه بتاجليها، مش هلا بكره بعملها، بس غسل الكلى ما ابدا. وتحملونا، انا بقول لهم شكرا للمستشفيات الخاصه والحكوميه، بس اكثر للحكوميه لان ضغطتهم بشكل رهيب للمستشفيات، والحمد لله ما حدا قال لي لا. حلو دكتور، حلو. كان في فتره معينه من الفترات طبعا عدت مستشفيات كانوا عم يعطوا اذا فينا نقول فيدباك نيجاتيف انه ما عندهم مستلزمات للدياليز، وبالتالي ما عندهم البرودوي اللي بدهم يستعملوه. اليوم مع هالحركه الكثيفه وهالضغط اللي عليهم، كيف ممكن يستمروا هالمستشفيات ليأمنوا هالعدد الكبير من المرضى لغسيل الكلى؟ هلا قلت لك اول شيء بالخطه الطوارئ اللي عملناها كمان كنا شايفين انه لازم يكون عندنا ستوكات. نعم. والشرك والمستشفيات لازم يكون عندها ستوكات. الشرك جابت من برا، كان عندنا ستوكات لثلاث اربع اشهر لقدام. حلو. انا عندي مرات تواصلت مع الشركات اللي مختصه بغسيل الكلى، كانوا يلبوني كمان على السريع، هالمستشفى عايزة يلبوا بدل ما يجيب بالباخرة الأغراض يجيبهم بالطيارة. نعم. كمان حتى ما يقطع السوق. هلأ المستلزمات ككل إذا بدك للمستلزمات الطبية كلها، غير مش بس مختصة بغسيل الكلى، نحن كان عندنا ستوكات والمستشفيات عندها على 3-4 أشهر. بس بلشت الحرب الفعلية من شهر واستعملوا المستلزمات الطبية اللي بالضغط الهائل من الجرحى اللي إجا، بلشوا يجوا المساعدات. نعم. من دول عربية الأشقاء، ما بدي أسمي حتى ما أنسى حدا، وشو اسمهم ما بدي أنسى حدا، كل الشكر لألون كمان. الدول العربية الأشقاء تعودنا عليهم بيساعدوا، والدول الأوروبية كلهم ساعدوا، منظمة الصحة العالمية اليونيسف، كل العالم اللي عم تساعدنا وبعدهم عم يساعدونا، وهلا هن بباريس كلهم مجتمعين كمان ليساعدونا. جابوا المستلزمات الطبيه والادويه. المستلزمات الطبيه توزعت على 130 مستشفى خاص وحكومه. نعم. كمان يعني القسم اللي استعملوه رجعنا نحن المستلزمات وزعناهم عليها ليضل عندهم الستوك على 3-4 اشهر لقدام. والادويه توزعت، اجت المساعدات على مراكز الرعايه الصحيه الاوليه بلبنان، المنتشره بلبنان، لنقدر يكون المواطن بيقدر ياخذ الادويه اللي بيعيزها اليوميه اذا بدك، مش ادويه الكونسير. وادويه الكونسير بالمستشفيات الحكوميه دعمت المستشفيات الحكوميه، ووجهنا المرضى والنازحين على المستشفيات الحكوميه إذا الدواء نحن جايبينه وزارة الصحة ولا عنا إياه هبة. نعم. من برا عم ياخذوا المريض مجانا بالمستشفى الحكومي. حلو. يعني لا بيدفع لا حق الدواء ولا بيدفع الطبابة والاستشفى. هون الضغط الكبير اللي صار على المستشفيات الحكومية. نعم. مشكورين، وكانوا قد الحمل. طبعا. الحمد لله كانوا قد الحمل. طبعا اليوم كمان دكتور حلو، قد ايه عم بيصير في تنسيق مع الوزارة، طبعا مع الجهات من برا، طبعا الجهات الدولية، هل عم بيكون في جهات معينة عم بتكون مانحة إذا فينا نقول ومساعدة ومساندة لوزارة الصحة غير الدول؟ طبعا أكيد منظمة الصحة العالمية شريك أساسي، البنك الدولي شريك، اليونيسف شركاء نحن منعدهم بلبنان لكل شيء عم بينعمل، وخاصة بس يصير في حروب وكوارث ومصايب أول عالم يرقدوا لمدوا يد العون كان بالأدوية، مستلزمات،
باليونيسف بالمراكز النازحين واللاجئين والمخيمات، يعني بيرقدوا أول عالم وعارفين أنه قدرات الدولة ووزارة الصحة بالوقت الحالي صارنا 5 سنين على الوضع الاقتصادي سيء مع الأسف جداً. وعم بيمدوا يد المساعدة، أول عالم بيرقدوا ليساعدونا، مشكورين كلهم سوا. بس مش ناقصنا ولا مرة شيء، ناقصنا شيء دغري ولا طلب من منظمات دولية إذا بدك كلهم، وما مدوا يد العون وساعدونا الحمد لله. بعدهم لهلأ بحبوا لبنان والشعب اللبناني، بس زهقنا من الكوارث انه صارنا 5 سنين ما عم ناخذ نفس. نعم. ما عم ناخذ نفس، وكارثه كبيره عم بتكون، كثير كبيره طبعا، كثير. يعني الكورونا بعدين انفجار بيروت، بعدين هلا الحرب، بعدين حريق، بعد شو بعد ناقص يعني؟ صحيح. بعملنا زلزال يعني لا سمح الله. لا سمح الله. على كل الأحوال نحن بلد ديسين، أكيد ما منخاف، أكيد لبنان دائما طوبوا لنا 3 جداد طبعا أكيد. دكتور حلو، كمان اليوم دائما بنسأل حالنا أنه شو المخططات اللي رح تعملها وزارة الصحة لا سمح الله إذا صار في انهيار، إذا فينا نقول، بالقطاع الصحي أكثر من عن اللي عم بيصير هلأ. هلأ بالنسبة لنا نحن هلأ لهلأ القطاع الصحي، أنا فيني أقول بكل ثقة أنه مسيطر على الوضع، وكل يوم بيومه عم نعيش، عم تتعاملي مع عدوان مش صاير بعد. أنه تصوري أنه الجيش اللبناني صاروا بحدود 25 شهيد. تحية كبيرة للجيش اللي عم بيصمد، وما في مرة بنطلب مساعدة ليواكب المساعدات ولا ليأزرهم على الطريق، إلا ما بيكون أول سيارة ماشية. الشكر الكبير له لقائد الجيش و اليونيفيل اللي شغلتهم يحفظوا السلام، كمان هني عم بيأكلوها. يعني في شيء بلبنان عم بصير مش طبيعي. نعم. مش طبيعي ولا يعني ما حدا عم بيزمط، رجال ونساء وختيارية. ويعني في شغلة معي صارت، أنا على التليفون كنت عم بنقل جريحة محروقة من صور على مستشفى الجهيثاوي، العائلة كلها ماتت بعد في هي، وتقريبا جسمها محروق 75%. طيب شو قالت لي على هي بقلب الصليب الأحمر؟ قالت شو بدك فيي، عم تخدني، تركني موت معهم. انه بالليل يعني في شغلات عم بتصير مش صايره، يمكن بالفلومه مش صايره، مش عم نحضرها بالفلومه. قد ايه لك دكتور حلو؟ 30 سنه 30 سنه من 95 انا بوزاره الصحه. نعم. هل مرق مش مارق علي هيك ابدا 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 ابدا، ولا حدا مخبرني انه مارق علي هيك، ولا حدا مخبرني ابدا. وبعرفك رجل متفائل دائما. ايه بتفائل، بضل اتفائل انه بكره احسن. نعم. بكره بنتمنى انه تشرق الشمس، وبرجع بقول اذا مش عايمنا ما عندنا مشكله، منضل نقاتل ونقاوم بس اولادنا يستلموا بلد نظيف ان شاء الله. امين. دكتور حلو، شو هن التحديات اللي عم تواجهوها بوزاره الصحه؟ نحن بنعرف انه كل المنظمات الدوليه عم تكون حتكون، كل البلدين طبعا يلي بيحبوا هالبلد، هالبلد في سحر لبنان، كل الناس اللي حواليه بيحبوه فعلا، كل الاشخاص حواليكم وحدكم، ولكن بضل في تحديات وصعوبات بتمرقوا فيها. أكيد. شو هن ابرز هالتحديات؟ هلا اللي بحبوا لبنان، لبنان وقف لله، يعني كله لله فعلاً. اكيد بدهم يحبوه. هلا التحديات نحن بنضل نطلع فيها لقدام، انه لا سمح الله اذا تطورت الحرب بشكل هستيري، يعني يعني اذا تطور صار في قصف للمستشفيات، صار في تنادى عليك، يعني ما حدا يقدر يعمل شيء. صحيح. نحكي بكل صراحه، ان شاء الله ما بتخبى ورا اصبعي انا. نعم. يعني لا سمح الله المستشفيات يعني اخر منفذ هذا. نعم. انه بكل دول العالم وبالحروب، حتى بالحرب في قانون للحروب، انه الطواقم الصحيه، المنشآت الصحية، هو كلهم بتحيديهم بالحرب، بس مع الأسف ما عم بيتحيدوا. يعني مثلا بالجنوب عندي 3 مستشفيات حكومية خرجت عن العمل،
مرج عيون الحكومة، ميس جبل الحكومة، وبنت جبيل الحكومة، هو خارج نطاق العمل. نعم. مستشفى الشهيد صلاح غندور مستشفى خاص خارج العمل. مستشفى صحمور بالقبعة الغربي خارج العمل. هلا في مستشفيات عم تنصاب، عم بيجوا القصف حواليها، عم بتوقف فترة زمنية صغيرة، عم ترجع تعاود. مستشفى بعلبك المرتضى مرتين انصابت، مرتين رجعت صلحت، ومرتين رجعت عاودت. مستشفى سانت تريز. نعم. يعني عم بيرجعوا يقاموا، عم بيرجعوا لحتى يضلوا يشتغلوا ما يسكروا. يعني لهلا بلبنان هون هن المستشفيات اللي خارجين عن العمل خمسة. نعم. في مستشفيات نحن عم نخليها لدواعي أمنية. مش مثل الساحل أخلوها ومرضى غسيل كلى كمان أخلوينهم، والمرضى العاديين نعرف شو صار من يومين ثلاثة. هذا الخوف أنه من قصف المنشآت الصحية، هذا اللي بفزعنا، أنه لا سمح الله إذا تطورت وصار في هالضرب هذا، مع الأسف الشديد أكيد ما حدا بيقدر ساعتها يوقف. نعم. شو بتعملي؟ كيف بيوقف؟ في محلات المسعفين، الصليب الأحمر والدفاع المدني ولا ما بيقدروا يوصلوا. صحيح. طب كيف بيعمل إذا واحد مجروح بإيده شوي تركية وما بيناش بيصفي دمه بيموت، بيكون جرحه بسيط جدا. نعم. مع الأسف. إن شاء الله لا ما تتطور، إن شاء الله يا ربي لا ما تتطور. إن شاء الله. ضل هون. نحن من أول نهار إن نحن ضد الحرب، والمناشدة الأولى هي وقف إطلاق النار أكيد وسفك الدماء. نعم. هذا أول صرخة بنطلقها. بعرف أكيد دكتور. واليوم كمان يمكن كتار من المشاهدين بيسألوا، في حركة كتير كبيرة على المستشفيات طبعا، وفي طلب كتير كبير، والعدد زاد، ما كنتوا متعودين على هذا الموضوع. اليوم أي نوع من المرضى بيقدروا يفوتوا على كل المستشفيات، يقدروا يعملوا عملية تحت غطاء إذا فينا نقول وزارة الصحة؟ هل كل مريض بيقدر يفوت على المستشفى وبالتالي يستحصل من كل خدمات وزارة الصحة اللي عم تقدمها؟ المرضى، المريض اللبناني اللي ما عنده أي صندوق ضامن في لبنان له حق يتطبب على نفقة وزارة الصحة. نعم. هذا القانون بيحميه، هي القانون هيك. هلأ نحن أكيد بطلنا مثل قبل وزارة الصحة تغطي كل شيء. لا، عندنا بحدود 180 عملية نحن مغطيهم فقط لا غير، حسب الموازنة تبعيتنا. لو الموازنة بعدها مثل قبل كنت بتغطي كل شيء وبتجيبي حي الله الدواء اللي بدك اياه، بس الموازنة قلت كثير، مشان هيك حطينا 180 عملية إذا بدك، اللي نقيناه هون بكل دراسة بعد دراسة عميقة أنه هو لايف سيفينج، أنا بنقذ حياة المريض فيهم، بعملهم من غسل الكلى، من أمراض سرطانية، الولادة، الأمراض القلبية للقلب، والأمراض العقلية. هو هلأ إذا منغطيها ضمن الكودات والرموز اللي نحن عاملينهم، أكيد له حق يفوت على نفقة وزارة الصحة. على المستشفيات الخاصة بيدفع، نحن منغطي 65% المريض بيدفع 35%، والمستشفيات الحكومية 80% بندفع نحن، 20% المريض. وهلأ للمرضى، في بعض المرضى، في بعض المنظمات الدولية إذا بدك غطت من اليونسف مثلا، في بعض اليونسف لأولاد الصغار بأقسام الأولاد الصغار بالمستشفيات الحكومية غطت 20%. يعني كمان المواطن ما بيدفع 20%، في منظمة دولية عم تدفع عنه 20%. نعم. هذا الضغط الكبير صار على المستشفيات الحكومية. هلأ كنا زمان بالمستشفيات الحكومية ما كان في هالضغط اللي كان هلأ. هلأ صار كتير. بتندري بالمستشفى الحكومي لتلاقي محل. محل فعلا. في ضغط كتير كبير على المستشفيات الحكومية، في دعم مطلق من وزارة الصحة والوزير. لا. للمستشفيات الحكومية، في مستشفيات حكومية عنا بنشاف الحال فيها شغل رائع، المكانات الموجودة فيها كتير منيحة متطورة الأطباء. جدا الأطباء، جهاز تمريضي. لا. يعني ما فيك تفرقي انه هذا حكومي وهذا خاص، صاروا تقريبا مثل بعضهم الخدمات اللي عم بيقدموها. فعلا. دكتور حلو، اليوم كمان كتار من المشاهدين، عذرا على السؤال، ولكن بيقولوا انه اجى لوزارة الصحة مساعدات كتيرة من كل الدول،
في منهم بيقولوا وين هالمساعدات؟ ما شفنا شيء، ما حدا ساعدنا، ما حدا اعطانا دواء. بتعرف دائما المواطن اللبناني عنده عتب، وعنده أكيد. عتب كثير كبير على وزاره الصحه، او ممكن يقول انه نحن عم نتصل بوزاره الصحه ولكن ما حدا بيرد على التليفون لنقدر نتواصل معهم لنسالهم سؤال. شو بتقول للمشاهدين بهيدا الموضوع يلي طبعا انا بعرف انتم كيف تشتغلوا دكتور حلو، ولكن هيدا سؤال يتسأل للمشاهدين طبعا. انا بتفهم المواطن، اكيد بتفهمهم، هودي بسمعهم كل يوم عندي بالمكتب بسمعهم. وزارة الصحة كل العالم تعرف كيف كانت تشتغل وكيف هلا عم تشتغل. الموازنات اللي كانت 480 مليون دولار هلا موازنتنا 200 مليون. بالدواء كانت 135 هلا 25. والمرض زاد، والحاجة للطبابة والاستشفاء زادت. كانت وزارة الصحة من 5 سنين كانت تغطي 47% من الشعب اللبناني. بهال5 سنين بالانهيار الاقتصادي في كتير مؤسسات سكرت، أفلست، بطلوا المرضى مضمونين، نقلوا لوزارة الصحة. في كتير مرضى بطلوا من التأمين الخاص، كمان نقلوا لوزارة الصحة. صرنا بحدود 67% من الشعب اللبناني وزارة الصحة عم بتغطي لهم نفقات علاجهم. المرضى زادوا، الأموال موازنات خفت. هون مشان هيك نحن لغينا بعض العمليات، حطينا بس 180 أكت طبي لنقدر نغطي ولنقدر نساعد. ولكن 180 كمان رقم كتير كبير. والهودي العمليات اللي يعني بشيل عنه للمريض، بحس انه نشال عنه شيء. يعني اذا عمليه بتكلف 1000 دولار وماشي لا يمكن يقدر يدفعها، بس اذا عمليه بتكلف 10000 وشلت عنه انا 6000 ولا 7000 بحس انه مزبوط الدوله شالت عنه، الدوله شالت معه عنه مبلغ. نحن وزاره الصحه اعطيني موازنه عاليه بحكم كل الشعب اللبناني ببلاش، بجيب له لبن العصفور، بس بدي موازنه منين بجيب؟ طبعا ما فيك اذا جابتك فاضيه ما فيك تكون موازنه لتستمروا لتكبروا. يعني بس انا بدي احكي للمواطن اللبناني، انا ما بحب فوت فيها التفاصيل. الموظف، نحن بوزاره الصحه ولا مره موظف وزاره الصحه غاب عن وظيفته، لا بالثوره، لا بكورونا، لا بانفجار بيروت. انا بتذكر كنا ننزل على وزاره الصحه بوقت الانفجار والكورونا 25 شخص 25 موظف يقوموا بشغل وزارة الصحة كلها. هلأ عم ينزلوا الموظفين وبيشتغلوا، وأكبر موظف بوزارة الصحة ما بيلحق معاشه 400 ولا 500 دولار. يعني كمان بده يتفهموا لهالموظف أنه عم بيشتغل ليل نهار لخدمة المواطن. طيب ما هو كمان بده يعيش. أنا موظفيني بيجوا 7، دلوني على موظف بالدولة اللبنانية بينزل 7 على شغله، ما حدا بينزلوا 7، لأنا بنزل بكير. نعم، احتراما لإلي بلاقيهم حدي بكير كلهم طبعا بيشتغلوا، ما بنعرف أي ساعة بنفل. أنا ما ولا مرة فايتين على الدوام، خلي يجي حدا يشوفنا الصبح أي ساعة بنكون وأي ساعة بنفل. نحن على ثقة دكتور، بيشتغلوا عن من قلبهم باللحم الحي. ظروف هلا كلياتنا عايشينها، بفهم انا المواطن، اكيد بتفهمه، بس ما كمان نحن مواطنين طبعا. يعني ما يفكر انه اذا هو مضايق انا مش مضايق، كل العالم مضايق بالوقت الحاضر، عليها ضغوطات طبعا. دكتور حلو، رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا ونرجع لك، مع انه مش حابين تخلص الحلقه، فعلا نورتنا لان الحديث مع حضرتك كثير حلو. مشاهدينا رح نتوقف مع اخر بريك، ترونا راجعين هلا. رجعنا معكم مشاهدينا بهالحلقة المميزة من هالستوك. دكتور حلو، كنا عم نحكي قبل البريك طبعا عن أرقام النازحين قدي كبير، وبالتالي كمان مراكز الرعاية الصحية اللي عم بتكون كتير كبيرة، وبالتالي يوم عن يوم عم يكبر هيدا العدد. أكيد. خبرنا أكثر كمان عن هيدا الموضوع. كمان بالنسبة للنازحين إذا بدك، عندنا نحن خطين بالوزارة، خط ساخن للنازحين 12/14 و17/8/7. هو بيقدروا يتلفنوا ساعة اللي بدهم لنقدر نساعدهم. كمان هون بدنا نعتذر منهم، أوقات بكون في ضغط كتير كبير على الخطوط، لو نطروا شوي، لو
تعذبوا شوي، حاطين 40 حدا بيرد نعم. على 40 مخابرة بنفس الوقت، عم بيكون في ضغط، بيكون في ضغط كتير كبير. معلش كمان تحملونا، نتحمل بعضنا بهاي الأزمة. هلا مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي عم يبرموا على المراكز الإيواء وبيوزعوا الأدوية، إذا بمدرسة من مركز إيواء بحاجة لعدد من الأدوية كبير، مركز الرعاية عم بيطلبوا من مستودعات الكارنتينا للوزارة، عم نسلمهم للمركز والمركز بيسلمهم للمدرسة للمطرح ما قاعدين النازحين. إجمالا بكون مدير المدرسة هو المسؤول عن قدامنا، بيسلم وبيصير يوزع للمرضى للنازحين. أكيد الاحتياجات كتير كبيرة، هاو المساعدات اللي عم بيجونا. كمان تفضلتي سألتي انه العالم عم تسأل وين فيهم يطلعوا على سايت الوزارة بيشوفوا المستلزمات وين توزعت لأي مستشفيات، والأدوية كل دواء بدواء وين راحوا، كل المساعدات وين راحت، بكل شفافية عم نحطها لحتى العالم ما تسأل هذا السؤال، لتشوف بعينها وين راحوا. نحن بس مسؤولين عن المستلزمات والأدوية. المساعدات الغذائية وغيره عم تجي على لجنة الطوارئ بالسراي الحكومي برئاسة معالي الوزير دكتور ناصر ياسين. نوجه له تحية كمان على تعبه وعلى الشغل اللي عم بيعملوه. هودي الخطين اللي نحن عم نقدر نساعدهم، كمان فيهم يتوجهوا لعنا لنساعدهم، في لقلنا على طول عم بيستشيرونا وبيسألونا، كمان عم نساعدهم نحن لنقدر نوفر عليهم. كمان بالنسبة للشغلات الطبابي والاستشفاء للنازحين اللي عملتها وزارة الصحة كمان زيادة لنريحوا للنازح بالوضع اللي هو فيه بالمستشفيات الحكومية، بالعمليات للكبار للأطفال للولادة. كمان في منظمات دولية عم تدفع الفرق، يعني بفوت المريض بيتعبى الفايل، نبعت الفايل مستشفى بتبعته للمنظمة اللي هي بدها تغطي، بيجي الجواب بيدرسوا له ملف وبيجي الجواب كيف بدهم يغطوا قديش بدهم يغطوا. هون كمان مشكورين اللي عم بيساعدونا لنقدر نريح النازح من كل الأمور الطبية إذا بدك والاستشفائية بهالوضع الراهن اللي نحن فيه. يعني عم نجرب بشتى الطرق أن نريحه، بكفي تارك بيته وأرضه ورزقه ليجي على وزارة الصحة لنقدر نساعده أكثر. وبرضو عم نساعد مرضى غير وزارة الصحة، يعني ولا مريض عم يدق بابنا عم نقول له لا، ما عم بتفرقوا، ما نفرق ولا عم نقول له لا. مثلا إذا بعطيكي رقم هلا أحسن ما يطلع، بعطيكي رقم عدد النازحين، عدد النازحين اللي خدموا بالمراكز 77,424. هؤلاء اللي عينون بمراكز الرعاية الصحية الأولية. وإذا بدك النازحين اللي على الموبايل كلينيك شافوا 53,310 مرضى نازح. اليوم مثلا توزع 928 علبة حليب، هو اللي عم يتوزعوا حاليا، يعني كل يوم بيومه بيطلع ريبورت على الوزارة شو عم تقدم وشو عم. هلا أكيد الاحتياجات أكثر وأكبر وأكبر، عايزين العالم وخاصة فايتين هلا على موسم شتاء. يعني رح يعيزوا مزود، رح يعيزوا تدفئة، رح يعيزوا تياب حرامات، أكل كهرباء طاقة، هو كله رح ينعزوا بالوقت الحالي بالشتاء. إن شاء الله تتراجع الأعمال الحربية، يوقف إطلاق النار. أمين. هذا الحلم الطلب الأساسي إنه أكيد إنه إنه إن شاء الله سنة صار لك سنة وشهر حرب، إنه قديش بدك تحملي؟ إنه من وقت ما خلقت أنا لهلا بنهرب من ملجأ لملجأ، إنه تعبنا حروب، كفانا. إن شاء الله الشعب بنحب نعيش، بنحب نعيش. مين اللي قال له نحن ما بنحب نروح نسهر ونروح نغني ونروح ندبك؟ كليتهم بنحبهم، بس ما عم بتروح مالك نفس، ما قاعدة عايشة حرب، لا بتقدر تطلع، أنا لا بقدر بطلع على الضيعة، نازح من الضيعة. وهون بيتي على خطوط تمام نازح من بيتي، طيب وين بنروح؟
وين بنروح لنرتاح؟ دايما بنفكر انه بكره افضل رح يكون. أكيد دكتور أكيد حلو. هيك بنهايه حلقتنا رساله سريعه جدا لكل المشاهدين اللي عم بيشوفوك عبر شاشه الاو تي في. رساله سريعه، انا بدي ارجع اتشكر موظفين وزاره الصحه والاكيب اللي بيكون معي الساعه 7 الصبح، عم نعمل صبحيه من مستشارين الوزير للموظفين، انا الساعه 7 بنكون، للشعب اللبناني انه على طول عندنا امل نحن ببكره. نعم. نحن شو بنقدر نساعد؟ رح نساعد. ولا مره خذلنا مواطن ولا مريض، لو دقلنا ما ردينا انا برجع مندق وبنرجع بنساله شو بدك، شو بنقدر نقدم لنساعد. ما عندنا شك. وبالنسبه لإلي انا هيدي ارض قديسين، ابدا ما حدا رح يقدر ليها. طبعا قد ما تعتم علينا الدنيا الساعه 6 الصبح بده يطلع الضوء اجباري. فعلا دكتور جوزيف الحلو المدير العام للعناية الطبية بوزارة الصحة، أنا أكيد بدي أشكرك باسمي وباسم الأو تي في على هالحلقة المميزة، نورتنا كمان بأولى حلقاتنا من الموسم الجديد. إن شاء الله خير، إن شاء الله تكون فاتحة خير. على طول وجهك خير علينا وعلى كل المواطنين، نحن بنتمنى لك دوام النجاح والتألق وتضلك بصحتك أكيد وبخدمة المواطنين، لأن نعرف قد إيه حضرتك دائما متفانة بهيدا الموضوع. شكرا لحضورك معنا. ميرسي لإلك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا من هالستوك، بنهايه هالحلقه طبعا قدرنا ناقشنا مع دكتور حلو ابرز التحديات الصحيه اللي عم بيواجهها لبنان اليوم، ورغم الظروف الصعبه بيبقى الامل بانه الغد رح يكون افضل، ونتمنى لكل الشعب اللبناني الصحه والصمود بهالاوقات العصيبه. ملتقانا الاسبوع المقبل، تصبحوا على الف خير.